وفي السعودية نبقى، حيث نعى مغردون الكوميدي السعودي محمد بن رافعة الذي توفي ليلة الاثنين في حادث سير مروري في حائل شمال السعودية. الشاب الناشط على سناب تأثر متابعوه بخبر وفاته ونعاه كثيرون عبر هاشتاج حمل اسمه، وكانت وفاته مفاجأة حيث جاءت بعد وقت قصير من نشر سنابات تحدث فيها عن سيارة كان يركبها وتعود سنة صنعها ل 1984، وبينما كان يقود السيارة سائق كان بن رافعة ينشر سناباته ويشير إلى أن السيارة بلا حزام أمان ولا كوابح. احنا هنا مع أستاذ فهد وعطاني مع صحح لي معلومة، السيارة اللي فيها لاند روفر صح؟ لاند روفر ديفندر. لاند روفر ديفندر موديل 84. جميلة جدا. يعني راح تشوفونهم معايا.